سريعا هنروح لشرم الشيخ ومتابعتنا اليومية لاستعدادات المدينة لاستقبال مؤتمر المناخ مع زميلنا محمود جميل. صباح الخير عليك يا محمود. امبارح كنا بنتكلم في مجموعة من المشروعات اللي تمت بالفعل وتم الانتهاء منها، وانت قلت ان احنا خلال الايام الجاية ان شاء الله هيتم الانتهاء من باقي المشروعات وهيتم افتتاحها، وده كله في اطار الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ. ايه الجديد عندك النهاردة؟ صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بصبح على حضراتكم من مدينة شرم الشيخ. ما زلنا بنتابع معاكم الاستعدادات المستمرة في مدينة شرم الشيخ لاستقبال قمة المناخ COP27. يمكن زي ما انت قلت، احنا فعلا قلنا انها كلها ايام معدودة وسيتم الانتهاء من كل المشروعات اللي موجودة في مدينة شرم الشيخ، وده كمان اكد عليه سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء امبارح في اجتماعه مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والممثلين والمسؤولين عن المشروعات اللي بتتم على أرض مدينة شرم الشيخ. كان بيتابع معاهم طبعا الاستعدادات النهائية للانتهاء من هذه المشروعات، وكمان أكد أنه هيكون موعد نهائي لاستلام كل المشروعات بكامل تنفيذ بنسبة 100% هيكون يوم 15 أكتوبر دي كل المشروعات. لكن احنا في أيام قليلة في بعض المشروعات سيتم الانتهاء منها، لأن في بعض المشروعات خلاص بنتكلم عن 95% من المشروعات تم الانتهاء منها بنسبة كبيرة، لكن 15 أكتوبر هيكون هو الموعد النهائي والأخير اللي هنقدر بقى نشوف فيه المشروعات متنفذة بشكل كامل، وإحنا خلاص يعني كلها أيام معدودة ويكون المشروعات كلها جاهزة. الجديد إن إحنا هنكون معاكم بقى النهاردة في جولة من داخل منطقة السوق القديم. طبعا منطقة السوق القديم كل اللي بيجي منطقة مدينة شرم الشيخ عارف المنطقة دي جدا، وهي من أهم وأجمل المناطق السياحية اللي موجودة، واللي موجود فيها كمان مسجد الصحابة أحد أشهر المساجد اللي موجودة في مدينة شرم الشيخ. هنا بقى السوق القديم في حاجتين، في تطوير وفي إنشاء، وفي إنشاء جديد. بالنسبة للإنشاء الجديد هي فكرة جديدة ولكن هي فكرة جميلة طبعا، بتخدم توجه الدولة وتنفيذا لاهتمام الدولة بالتراث المصري القديم وكمان الحضارة الإسلامية القديمة والأماكن التاريخية. احنا عندنا في قاهرة المعز عندنا أماكن زي الغورية والناصر قلاون وشارع المعز، كل الأحياء دي طبعا من الأحياء التاريخية. هيتم نفس نموذج المحاكاة لهذه الأماكن هنا في منطقة السوق القديم، وهيكون طبعا العنوان بتاعها مصر القديمة. فإذا منطقة مصر القديمة هي اللي بتتم هنا داخل السوق القديم، هتكون محاكاة بالضبط لهذه الأماكن. فبالتالي منطقة مصر القديمة هيكون عندنا بعض الأماكن اللي هتكون شبه الأماكن دي بالضبط، حتى التصميم بتاعها هتشوفوا طبعا يعني احنا صورنا لحضراتكم كل هذه التفاصيل وهذه الصورة، هتلاقي فيه كل واجهات المباني دي طبعا مصممة على الطراز الإسلامي، زي مثلا منطقة سور مجرى العيون، الأماكن التاريخية الموجودة والأحياء القديمة. المباني دي بقى هتشتمل على ايه؟ هيكون في فيها مطاعم، هيكون فيها كافيهات، هيكون فيها بازارات، وهيكون فيها خدمات ترفيهية تانية، بحيث ان السائح اللي هيجي او الوفود اللي هتكون كمان مشاركة في قمة المناخ COP27 هيقدر ان هو يتمتع بكل الخدمات الترفيهية وكمان الخدمات الثقافية، لان المباني دي او المشروع ده رسالة تثقيفية وتاريخية مهمة جدا للسائح، انه يعرف تاريخ مصر ويعرف تاريخ الحضارة الإسلامية القديمة ويعرف حكاية المباني دي لما يجي ويسمع عن الجورية ويسمع طبعا عن شارع المعز ويسمع عن الناصر قلاون. فبالتالي هو هياخد فكرة سياحية وفكرة ثقافية كمان. داخل المنطقة المحيطة كمان بمنطقة مصر القديمة والمباني اللي بتجهز دلوقتي وهتكون جاهزة كمان يعني خلال كام يوم، في برضو تطوير منطقة الشلالات واللي يمكن احنا موجودين فيها دلوقتي. منطقة الشلالات هي من أهم المناطق الترفيهية اللي موجودة، وبتقيم في الساحة الخاصة بها طبعا، بتقيم بعض الحفلات اللي بتكون موجودة في ليالي شرم الشيخ. طبعا المنطقة دي بالليل بتكون طبعا حاجة تانية خالص، في حركة للسياحة وفي حركة للزائرين كبيرة جدا. التطوير كمان هيشمل المنطقة المحيطة الخاصة بواجهات المحلات، ويمكن دي الحاجة اللي يمكن كل يوم احنا بنركز عليها وبنأكد عليها، لان فعلا هي حاجة جميلة جدا فيما يتعلق بمشروع الهوية البصرية. فكمان المباني اللي موجودة هنا او واجهات المحل اللي موجودة هنا بيتم طبعا توحيدها على تصميم واحد. كمان أعمال الإنارة بيتم رفع الكفاءة الخاصة بأعمال الإنارة، وكمان الطرق المحيطة بالسوق القديم.
ده بالنسبة لمنطقة مصر القديمة. التطوير ده هيبقى الإنشاء طبعا، لأن مصر القديمة هي منطقة جديدة أو مباني جديدة بيتم إنشائها داخل السوق القديم. لكن التطوير التاني اللي عندنا واللي مهم جدا 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 واللي بيدعم فكرة أن مدينة شرم الشيخ بتتحول دلوقتي لمدينة صديقة للبيئة، هي التطوير المنطقة المحيطة بمسجد الصحابة. التطوير اللي بيحصل حوالين مسجد الصحابة هو تطوير مهم جدا. اللي بيحصل بالظبط، بيحصل في نافورة ثابتة بيتم إنشائها دلوقتي. احنا كنا موجودين مع المهندسين امبارح واكدوا لنا ان خلال ايام قليلة هتكون النافورة دي يعني تم الانتهاء منها. فانا بقول له 15 اكتوبر، قال لي لا، قبل 15 اكتوبر هنكون خلصنا كل الاعمال اللي موجودة في النافورة. النافورة دي هتكون من اجمل الاماكن السياحية والترفيهية اللي موجودة في محيط مسجد الصحابة. كانت موجودة قبل كده بس كانت موجودة حاجة يعني بسيطة جدا، لكن دلوقتي بيتم تطويرها، انشاء نافوره ثابته جديده. حوالين النافوره هيكون في مساحات خضراء، وهيكون كمان في ممشى سياحي جديد غير الممشى السياحي اللي كنا فيه مع حضراتكم على طريق السلام. لا، هيكون في ممشى سياحي جديد حوالين النافوره وداخل المسجد الصحابه. لما هتشوفوا كمان حضراتكم التصميمات اللي موجوده اللي هو في الاخر دي، هتكون شكل الحديقه، الشكل جميل جدا، في مساحات خضراء حلوه قوي، في طبعا الشلالات اللي هتكون موجوده داخل النافوره، هيكون في أعمال إنارة موجودة داخل النافورة بحيث إن هي طبعا تدي شكل جمالي وحضاري جميل جدا. فبالتالي النافورة اللي موجودة حوالين مسجد الصحابة دي من أهم أعمال التطوير اللي بتتم. هيقدر كمان الزائر أو الوفود اللي هتكون مشاركة لما يحبوا ان هم ييجوا طبعا يعملوا جوله في السوق القديم، يقدروا ان هم كمان هيكون في مقاعد موجوده في النافوره دي، يقدروا ان هم طبعا يقعدوا عليها وان هم يستمتعوا بالجو اللي هيكون موجود وبالخضره اللي هتكون موجوده. ودي يمكن اهم حاجه بيتم التركيز عليها في كل المشروعات، ان كل حاجه تكون صديقه للبيئه، ويكون طبعا ان احنا بندعم فكره ومبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي تحضر للاخضر. فبالتالي كل اللي هيتم هيكون حوالين ويخدم فكرة التحول للأخضر والمدينة الصديقة للبيئة. كمان هنا في منطقة السوق القديم وحوالين مسجد الصحابة، رفع كفاءة الطريق الخاص بيه والممشى السياحي اللي موجود حاليا. هيكون كمان في تطوير واجهات المحال التجارية، طبعا هيتم التطوير وشغالين عليها بالفعل، بحيث ان هي زي ما احنا يعني حضراتكم شفتوا امبارح معانا في خليج نعمة واجهات المحال التجارية كانت عاملة ازاي، فبالظبط هنا في السوق القديم هتكون نفس الفكرة بالظبط. فبالتالي مشروع التطوير والإنشاء اللي بيتم في منطقة السوق القديم لا يقل أهمية عن كل المشروعات اللي بتتم على أرض مدينة شرم الشيخ، خاصة المناطق دي اللي احنا موجودين فيها، لأن هي من أشهر المناطق السياحية اللي موجودة. أي زائر أو أي سائح أو الوفود المشاركة لما هيحبوا إن هم ييجوا ويستمتعوا بقى بالجو بعد مثلا انتهاء فعاليات المؤتمر، فبالتالي هيسمع عن خليج نعمة، هيسمع عن السوق القديم، فلما يجي السوق القديم هيعرف إن هو يستمتع بكل التطوير اللي حصل. المنطقة مصر القديمة يعني مغيره شكل السوق القديم تماما، من اول ما بتدخل من السوق القديم وتبتدي تبص وتشوف المناطق دي جت هنا ازاي، ده بنشوفه في القاهره وفي شارع المعز، لكن دي موجوده يعني تحديدا هنا بشكل التصميم. اخيرا ان في تاكيد طبعا على متابعه، امبارح طبعا رئاسه مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اكد على ان التنسيق بيتم مع كل الجهات المسؤوله رفيعه المستوى للخروج بمظهر لائق يليق بمصر في تنظيم المحافل الدولية والفعاليات الدولية. أخيرا يا شاذلي، بأكد على نقطة تانية مهمة جدا خاصة بالجانب الصحي. من امبارح أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق على الطلب المقدم من وزارة الصحة بخصوص الرعاية، هيئة الرعاية الصحية، بالموافقة على المنحة المقدمة من شركة أسترازينيكا بخصوص إنشاء مستشفى ميداني مصغر في محيط قاعة المؤتمرات اللي هيكون فيها طبعا المؤتمر. وكمان ده بالإضافة إلى أنه هيكون في 80 نقطة ثابتة خاصة بالمستشفى الميداني، وخاصة كمان بالعيادات اللي هتكون متنقلة، فبالتالي هيكون في خدمة صحية مهمة جدا. وأخيرا كان في تفقد للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمجلس المدينة الجديد، وده مجلس صديق للبيئة، حواليه طبعا بعض الحدائق المركزية ومول تجاري ومجمع للبنوك. والمشروع ده تحديدا هنتابعه مع حضراتكم طبعا في الحلقات القادمة وفي الخدمات القادمة. يمكن دي الصورة وده الجديد عندنا النهاردة خاص بمنطقة السوق القديم والتطوير
ومنطقة مصر القديمة اللي بتتأهل طبعا لاستقبال الزوار والسائحين ووفود مؤتمر قمة المناخ COP27. ودلوقتي برجع لك مرة تانية شاذلي في الاستوديو. كل الشكر ليك طبعا ليك يا محمود، وبنشكرك على مجهودك وانك في كل مداخلة وفي كل جولة بتاخدنا المجموعة كبيرة من المشروعات اللي تمت بالفعل على أرض شرم الشيخ غير المشروعات اللي قبلها. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا.